بالحلقة الصحية المميزة لهيدا الأسبوع شيف جوزيف حابب يعرفنا على أغذية مفيدة وصحية بتفيد الرئتين. هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ شو هالقميص الحلوة؟ ما قدمه، ما بتجيب علي، جيب لي مثله. اوكي خلص، تكرم عينك. مواليد اليوم عنا حلقة هيلثي. حلقتنا صحية اليوم. صحية اليوم حنعمل وجبات مثل ما نقول على طول، عم نعمل وجبات الصحية. يعني شو هن الانجريدينتس او المواد اللي كنا نستعملهم؟ بدنا ناخذ اكل صحي، مش بس هيك، اللي بيساعدوا مثلا هل بيأدوا لهدف معين. نحن اليوم حلقتنا عن انه شو هو الاكل المناسب لغوايا جسم. نحن ما عم نقول انا معي مرض غوايا، مع الاشخاص اللي حيعملوا الوصفات لازم يكونوا مرضى، لا. عم نقول انه هذا الاكل بيساعد الغوايا يشتغلوا احسن. فاليوم حنعمل دجاج، شوربه دجاج بالجنجر. سو اساس تبعها هو الجنجر، الجنجر هو اللي حيعطيها الطعمه الطيبه. حنعمل صحن بالغيس والدجاج مع بعض، حلو، ستير فراي مع اللوبيا. حنعمل صحن بيكت بالفرن اللي هو مخبوز بالفرن مع فليفله وبيض. هلا البيض بيقولوا عنه منيح ومش منيح للغوايا، بس نحن خلطناها، الفيتامين سي بالفليفله حيكون هو الاساس. اوكي، حنبلش اول شيء اول طبق. يلا حناخذ بصل. طيب ليه يا شيف اخترت انه اطعمه مفيده للغوايا اليوم؟ لانه هلا نحن عم نحكي حلقه صحيه. هلا الجسم كله هو مكنه كامله بالنهايه بتشتغل كلها مع بعضها. الغوايا في اشياء بتنشطهم اكثر، بخلي الغوايا تتنفس احسن، مثل الزنجبيل. الجنجر بخلي الغوايا يكونوا مرتاحين اكثر، بيعقم التعقيم لها. فمش هيك بتعرف، يقول لك كمان شغله حليب مثلا. الحليب بيقولوا عنه منيح ومش منيح يعني للغوايا. هناخذ بصله. تعرف انه نحن يعني بوجود التدخين وهالتلوث البيئي الموجود، لازم يعني نقدر قد ما فينا ناخذ اغذيه تفيد روايينا. طبعا بس هذا منه علاج، ننتبه يعني. ايه منه علاج طبعا، هذا منه علاج. هناخذ جينجر، هنعمل شرحات قد ما فينا نسمكهم لناخذ منه ماكسيموم زون. اوكي طبعا، بس يغلو. بس هلا بتعرف شايف يعني كثير مثلا عم يتجهوا نحو الاشياء اللي لنقدر نحافظ على صحتنا، مثل أيه. مثلا في ممنوع ندخن هلا بالمولات. في مثلا حمله عالميه صارت، حمله عالميه طبعا، مثلا اماكن مغلقه حكوميه، اشياء ممنوع التدخين، اماكن عامه، حتى مثلا في بلاد منعت التدخين نهائيا. ممنوع، بس هو مش بس يعني هو اكيد الدخان من اكبر اقدم مصادر للوجع الغوايا، لامراض الغوايا طبعا. بس كمان اليوم في اشياء كثيره مثل ما قلت، التلوث، السيارات، هذا دخان المصانع اللي عم تكون بدون فلترز. هلا لا، صاروا مجبورين يعني من الحكومات يحطوا فلترز. يحطوا فلترز، نعم. حناخذ زيت زيتون، حط شوي